هكذا. ثم قال: المسلم أخو المسلم. هل نستحضر هذا أننا فعلا إخوة؟ قال: إنما المؤمنون إخوة. لم يقل إخوان. كلمة إخوان أيها الإخوة هي أخوة معنوية، إخوان في العلم في الدين، لكن حين قال إخوة لا تقال إخوة إلا في أخوة أو لأخوة النسب والدم. الله أكبر، مبالغة واضحة جدا. الله يقول أنتم إخوة، مثل فعلا إخوة من رحم ومن صلب واحد. قال أبو تمام رحمة الله عليه: إن يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب، تحدر من غمام واحد. أو يختلف دين يؤلف بيننا، أو يختلف نسب عفوا، أو يختلف نسب يؤلف بيننا دين، أقمناه مقام الوالد. رضي الله عنه بهذا البيت، لأنه مصدق لقوله إنما المؤمنون إخوة. قال إخوة، إخوة في النسب نحن يا أخي. الله يقول عندهم إخوة في النسب. كيف إخوة حقيقية؟ المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. لا يظلمه، الله وهو ربنا حرم الظلم على نفسه. أفيليق بالعبد أن يظلم أخاه؟ مستحيل. الظلم ظلمات يوم القيامة والعياذ بالله. أقبح ما يلقى الله به الظلم بعد الشرك، والشرك ظلم عظيم والعياذ بالله. قال: ولا يخذله. روى الإمام أحمد في مسنده: من أذل عنده مسلم وكان قادرا على أن ينصره فلم ينصره أذله الله يوم يقوم الناس لرب العالمين. الله أكبر، على رؤوس الأشهاد الله سيتولى إذلاله. لماذا لم تنصر أخاك؟ كنت قادرا يا رب، قدمت. ماذا قدمت؟ مصلحتك طبعا، مصلحة حتى 100 يورو قدمها حتى يحتز 100 يورو. سكت أي عن ظلم إنسان إيه؟ من إخوانه في الملة والدين؟ لا يا أخي، قدمت مصلحتي أن أوثر السلامة حتى يعني ربما لا يزعلوا مني، لا يغضبوا، لا يحرضوا علي. طبعا طيب، ستذل يوم القيامة العبد والعياذ بالله ومن رب العالمين. وفي أبي داود أيها الإخوة: أيما مسلم خذل أخاه المسلم في موضع، وفي رواية في موطن، ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته. طبعا والمعنى كما في حديث أحمد، وهو قادر على أن ينصره، إلا خذله الله في موطن، أو قال موضع في رواية، يحب فيه نصرته، أي نصرة الله. الله سيخذلك. طبعا الجزاء من جنس العمل، انتبهوا. على فكرة بعض الناس يظن أن المسائل بالأماني، والله لا، والله لا يا إخواني، والله الجزاء من جنس العمل. والله لقد رأينا أناس كانت حالتهم بسيطة غير ميسورة، ولكنهم يسعون في نفع العباد وإيصال الخير وإنجاز مهامهم، فتح الله عليهم فتوحا عظيمة. الجزاء من جنس العمل. والله تبخل سيبخل الله عليك، تبخل عن نفسك كما قال تعالى: تعطي إنما تعطي نفسك. كل شيء تقدمه ستناله في الدنيا قبل الآخرة. انتبه انتبه، هكذا الله يعامل. ولكن الله لا يعجل بعجلة أحدنا، نحن نظرنا قصير عند أقدامنا. لا، لن أعطي، لن أساعد، لن أنتصر، لن أفعل، لأن هذا يؤثر علي الآن وهنا. طيب بعد سنة ستنظر ماذا سيحصل لك، بعد 20، بعد 30، بعد 40، بعد 50، في الدنيا قبل الآخرة. انتبه، عامل الله بالصدق. الذي عند الله لا يضيع، كل شيء عند الله لا يضيع. بعض الناس يتصرف كأن فعلا ما عند الله يضيع، لذلك يقول: لماذا؟ لماذا أسمح؟ لماذا أصفح؟ لماذا أعطي؟ لماذا أتصدق؟ لماذا الناس لا يشكرون؟ الناس لا يعلمون بما أفعل. أنت تفعل للناس؟ إن كنت تفعل لله، والله مقادير الذر عند الله لا تضيع. كله موجود يا حبيبي، كله موجود، وما كان ربك نسيا، الله لا ينسى ولا يضيع، كله موجود. أنت ستنسى، الله لن ينسى على الخير، ولو مثاقيل الذر يا رجل. عامل الله بالصدق في هذا المنطق يا إخواني. قال: ومن نصر مسلما في موضع، أو قال موطن، ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته، نصره الله في موضع يحب فيه نصرته. اللهم اجعلنا منهم. هذا هو، لا تخذل أخاك المسلم، لا تخذل، ولا تجامل الناس، لا تجامل أي أحد. قل بالحق الذي يرضي الله ولو أسخطت الخلائق أجمعين. لا يعنيك سخطهم شيئا، لا يعنيك، يعنيك الموقف عند الله